بدي أخبركن قصة شادي يلي صار له أكتر من سنة بلا شغل. بيقدم طلب بيت ما حدا بيحكي، بيوعدوه أشخاص وما بيوفوا. يمكن تقولوا لي أنه ليه ما بيسافر برات لبنان، بس بتعرفوا أنه في عنا مليونين ونص شادي؟ هدول الأشخاص عم بيواجهوا المشكلة ذاتها، ولازم سوا نقدر نلاقي حل. نحن بأكشن كوتش قررنا نطلق مبادرة عم نتوجع فيها لرواد الأعمال لحتى يوصفوا على القليلة شخص واحد، وهيك منكون سوا ساهمنا أن نخفف البطالة بلبنان يلي لليوم صارت أكثر من 55%. بدي أدعيكم أنه تنضموا لنا بهيدي الحملة ونقدر سوا نعمل فرق.